عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الجلسة الثانية للبرلمان العربي في دور انعقاده الحالي، تم خلالها مناقشة عدد من القرارات والخطوات التي من شأنها دعم العمل البرلماني العربي المشترك. وحول مخرجات هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة سعادة الأستاذة دلالة الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. سيدة دلال، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثينا حول ما دار وما تم إقراره فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في اجتماعكم اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم في جلسة البرلمان العربي طرحنا عدة مواضيع عامة على الساحة العربية، واستعرضنا يعني في أول الجلسة أول مباراة وأول مرة يمكن استعراض تقرير بالحالة السياسية في الوطن العربي من قبل البرلمان العربي. ناقشنا فيه طبعا الأوضاع التي تمر فيها بعض البلدان العربية، أشرنا بشكل واضح وصريح فيما يتعلق في التدخلات الإيرانية وأيضا التدخلات التركية. تم التركيز كثيرا على ما تقوم به الان الاشياء في الدعم الايراني باعتداءها السافر على سواء على اليمن او كذلك على المملكه العربيه السعوديه من خلال الاطراق الصادق اللي تم مؤخرا. وكان في توجيه لمجلس الامن الدولي والجمعيه العامه للامم المتحده يعني نطالب بموجبه ان يكون هناك اتخاذ اجراءات فيما يقوم به النظام الايراني من انتهاك فيما يتعلق بالحقوق السياده الوطنيه والتهريب الاسلحه بجميع انواعها، وكذلك في دعم يعني الارهاب والتدريب وما الى ذلك من عمليات قصف الارهاب. فكان هذا صراحه هو اللي اخذ مساحه كبيره وفي المناقشه. بعدها كان عندنا الموضوع المهم اللي هو موضوع المجال الاقتصادي والاستثماري في الدول العربيه. كان عندنا طبعا استعراض لعمل المحكمه الاستثماريه العربيه، وناقشنا فيه كيف يتم الان يعني يتم التركيز على التبادل التجاري والبيني والاستثماري. والموضوع الثالث ايضا سيدة دلالة زايد، عذرا على المقاطعة، صوتك لا يصلني بدرجة الوضوح المطلوبة، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القاهرة، إلى اللقاء.